وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة آلاء شملان الشملان، رئيس قسم المتنزهات والحدائق في بلدية المنطقة الجنوبية. سعادة المهندسة، بعد التحية، لو تحدثينا عن هذه الاستراتيجية في عموم شوارع مملكة البحرين وبالخصوص في المنطقة الجنوبية، وما هي أهم المشاريع التي تقومون بها في خلال هذه الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لكم بداية هذه الاستضافة. في البداية نود أن نسلط الضوء على أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتي تتمثل في زيادة الرقعة الخضراء وتكثيف التشجير بهدف توفير مناخ وبيئة صحية للمواطنين والمقيمين. طبعا تولي الوزارة اهتمام بالغا في تكثيف الرقعة الخضراء والتوجه إلى الاستدامة في مشاريع الزراعة عن طريق التركيز في زراعة الأشجار المحلية الصديقة للبيئة اللي هي تتحمل المناخ البحرين وما تتطلب المياه والصيانة المستمرة، وتلعب دور أساسي في خفض نسبة التلوث وتلطيف الجو، ومن جهة أخرى طبعا تجميل المواقع الشوارع العامة كونها الواجهة الرئيسية للمملكة لزوار المملكة والسياح. بناء على هذا التوجه، هذه الخطة، وتنفيذا للخطة، قامت بلدية المنطقة الجنوبية بتنفيذ عدد من المشاريع ضمن الخطة السنوية في توسعة الرقعة الخضراء. شملت هذه الخطة عدد من الشوارع، أهمها شارع الشيخ سلمان مثل ما ذكرت، شارع الزلاق، شارع 16 ديسمبر، وشارع المعسكر، وعدد من الشوارع الأخرى. إضافة إلى أن إحنا ما ننسى زراعة المناطق السكنية كونها تشكل الكثافة السكانية، توفير المناخ الصحي لسكان المناطق هذه مثل مدينة عيسى ومدينة زايد. وكذلك إن شاء الله التوجه ضمن خطة هذه السنة في تكثيف الزراعة في مدينة خليفة وتكثيف الزراعة بشارع الملك حمد، باستخدام طبعا المشاريع هذه كلها نستخدم فيها الأشجار المحلية. نعم. اللي يسمونها الأفرغرين.